مساء الخير على كل متابعي موقع وجريدة أهلي مصر في كل مكان، معاكم لايف جديد من القسم الرياضي وأبرز الأحداث والمستجدات على الساحة الرياضية. الصفقات والميركاتو مشتعل ما بين الأهلي والزمالك. الزمالك طبعا كلنا عارفين إنه بيعاني من إيقاف الأوقات في الفترة الأخيرة، ولكن كان جميع الأزمات في طريقها للحل وبيتحرك بشكل كبير جدا في الصفقات، وأولها كان أشرف بن شرقي. هنتكلم معاكم في اللايف النهاردة عن تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، اللي كلنا طبعا عارفينه لأنه كان موجود في نادي الزمالك لبعض السنوات قبل رحيله إلى الدوري الإماراتي في تجربة قصيرة. لكن نعود مرة أخرى لنادي الزمالك في صفقة مهمة جدا للفريق بالموسم المقبل. أما الصفقة الثانية اللي هنتكلم معاكم فيها النهاردة هي صفقة تفاوضات ومفاوضات النادي الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكو فيروزي المجري، وهو بطل المجر واللي شارك في دوري أبطال أوروبا. طبعا خسر مباراته التمهيدية في دوري أبطال أوروبا أمام ميتلاند الدنماركي، والآن يشارك في الدوري الأوروبي. نبدأ معاكم أشرف بن شرقي. بشكل كبير نادي الزمالك حسم التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الجديد في صفقة انتقال حر، متفقين مع اللاعب على 1,100,000 دولار كراتب سنوي لأشرف بن شرقي. طبعا رقم كبير شوية، لكن دايما بيكون الراتب كبير لما يكون اللاعب جاي عن طريق حر، يعني حر النادي الزمالك مش دافع أي أموال لأي نادي آخر للتعاقد مع أشرف بن شرقي. وبالتالي نادي الزمالك قدم عرض لأشرف بن شرقي 1,100,000 دولار، وبالتالي هو عقد واتفاق مبدئي ما بين نادي الزمالك وأشرف بن شرقي، وقد نراه بشكل كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا لاعبا في نادي الزمالك في الموسم المقبل. دي البشرة الأولى لجماهير نادي الزمالك. أما النادي الأهلي مفاوضاته حاليا متعسرة مع محمد علي بن رمضان. الأزمة وفقا لمعلوماتنا إن نادي الأهلي توصل لاتفاق بالفعل منذ أيام مع النادي المجري وكذلك مع اللاعب محمد علي بن رمضان قبل ان يتسرب خبر انتقال محمد علي بن رمضان الى النادي الاهلي وتوصله اتفاق مع النادي الاهلي. بدات ضغوطات كبيره جدا من الوسط الرياضي التونسي سواء على مستوى الجماهير لجمهور نادي الترجي التونسي اللي محمد علي بن رمضان تربى بين جدرانه، وعلى الجانب الاخر هناك وفقا لمعلوماتنا بعض المسؤولين التوانسه الكبار اللي اتدخلوا في هذه الصفقه وحاولوا يقنعوا محمد علي بن رمضان بالتراجع على اتفاقه للنادي الاهلي عشان اللبس ما يحصلش. نادي الترجي مستبعد فكره التعاقد مع محمد علي بن رمضان، خصوصا ان القيمه السوقيه للاعب ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبالتالي نادي الترجي من الناحيه الماديه لا يستطيع التعاقد او توفير راتب محمد علي بن رمضان، لكنهم تكلموا معاه بشكل ودي وقالوا له ان احنا مش عايزينك ترجع الترجي، لكن في نفس الوقت ما تفضلش النادي الاهلي على نادي الترجي باعتبارهم منافسين مباشرين لبعض في بطوله دوري ابطال افريقيا في المواسم السابقه. حتى النادي الاهلي توج بطولته الاخيره في دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على نادي الترجي التونسي، وبالتالي محمد علي بن رمضان انصاع للضغوط وفقا لمعلوماتنا وتراجع عن اتفاقه وانتقاله للنادي الاهلي، وابلغ مسؤولين النادي الاهلي انه يفضل بقائه في النادي المجري واعتذر ليهم عن فتره الاتفاقات اللي حصلت ما بينهم والجلسات اللي وصلت ما بينهم. النادي الاهلي حاليا بيتدخل وبيحاول يغري محمد علي بن رمضان وقدم له راتب سنوي 1,000,000 دولار، وده ارقام كبيره جدا النادي الاهلي وفقا لسقف ميزانيه النادي الاهلي في رواتب اللاعبين. وبالتالي النادي الاهلي حاليا بيحاول يقنع محمد علي بن رمضان بالتراجع عن قراره بالبقاء في الفريق المجري من خلال زياده راتبه ورفعه ل 1,000,000 دولار في السنه. طبعا العقد كان متفق عليه لمده 4 مواسم، ولكن محمد علي بن رمضان تراجع في اللحظه الاخيره. طيب هل الصفقه باظت؟ لا طبعا الصفقه ما باظتش، النادي الاهلي بيواصل ضغطه على اللاعب ومحاولاته لاقناع اللاعب بالانتقال للنادي الاهلي، وفي اي لحظه ممكن الموازين تتقلب، لكن المؤكد ان النادي الاهلي توصل لاتفاق مع اللاعب قبل تراجع اللاعب عن هذا الاتفاق، وايضا متوصل لاتفاق مع نادي المجري. وبالتالي في حال تراجع محمد علي بن رمضان عن رفضه الانتقال للنادي الاهلي قد تتم الصفقه في اسرع الاوقات، يعني حتى مش هنلحق نشوفها، سنجد اللاعب موجود في القاهره وبيقدم كلاعب رسمي للنادي الاهلي. وبكده يكون انتهى معاكم اللايف بتاعنا النهارده، وانتظرونا في لايف جديد في موقع وجريده اهل مصر.